بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة حابب أتكلم على موضوع الحقيقة خدمة جديدة بدأت أقدمها للمرضايا، وهي أنا بعتبرها بشرة، وهي التقويم الشفاف أو الانفيزالاين. خليني أتكلم شوية عن الفرق بين التقويم الشفاف والتقويم العادي. زي ما احنا شايفين هنا، ده موديل أو نموذج للأسنان ومتركب عليه القوالب الشفافة. القوالب الشفافة بتبقى بالشكل ده، لو ملاحظين او هنلاحظ هنا في على الموديل ان كان الاسنان ما عليهاش اي شيء، هي الحقيقه بتبقى غير مرئي، شفاف تماما، بيتشال بالشكل ده وبيرجع تاني يتلبس بالمنظر ده. الحقيقه دي تقنيه امريكيه بتتميز او بتختلف عن التقويم العادي في التالي. اول حاجه انها تصلح لجميع الاعمار، يعني دكتور التقويم كان دايما بينصح المرضى اللي فوق 30-35 ان التقويم بالنسبه لهم لا يصلح، وحركه السنان صعبه، وان ربما تاثر على اللثه. التقويم الشفاف يصلح لجميع الاعمار. تاني حاجه كونه غير مرئي او شفاف، بيقدر الانسان اللي ليه التزامات اجتماعيه زي اللي عنده مثلا بيزنس، اجتماعات بيزنس، او زي اي انسان بيظهر في المجتمع، المدرس، محاضر في الجامعه، المطرب، الممثل، اللي بيبقى عنده حرج من ارتداء تقويم معدن، بالحقيقه ده بيكون حل جذاب جدا ليه، لان في بعض الاحيان حتى اقرب الناس اليه ما بيكتشفوش ان هو مركب تقويم غير لما السنان تبدا تتعدل. الميزه الثانيه فيه عن التقويم العادي ان هو ما بيضايقش ابدا وقت الاكل، مفيش تجرع جروح، مفيش الم في حركه السنان في الاول، مفيش جروح للسان وللخد وقت الاكل، وهو بالعكس هو كمان المريض بيشيل وقت الاكل، لان هو التقويم الشفاف زي ما احنا شايفين بيتشال وبيتحط، فمش لازم المريض يفضل لابسه طول الوقت. الحاجه الثانيه هو توقع انتهاء العلاج. دايما في حالات التقويم العاديه الدكتور بيقول التقويم بياخد سنه، سنه ونص، سنتين، لا، في التقويم الشفاف احنا بنكون عارفين بالظبط في اي يوم وفي اي تاريخ وفي اي ساعه المريض بينهي علاجه، وده طبعا بافتراض ان المريض ملتزم في الزيارات وملتزم في ارتداء الجهاز بصفه مستمره. الجهاز بيتلبس من 12 ل 14 ساعه في اليوم، وبيقدر يمارس بيه كل حياته الطبيعيه ما عدا وقت الاكل ووقت شرب الاشياء الساخنه، بيشيله وبيحطه. لو عنده مناسبه اجتماعيه او عنده حفله او عنده اي شيء ومحتاج ان هو يشيل الجهاز، ممكن يشيله ويستغنى عنه في الفتره دي. الميزه الثانيه كمان ان هو بنتخيل شكل العلاج بفيديو، المريض بيتخيل شكل العلاج قبل ما يبدا، بيشوف النتيجه اللي بيوصل لها بانيميشن او فيديو متحرك، احنا بدانا فين ووصلنا فين. الميزة اللي يجب ذكرها أخرى مختلفة عن التقويم العادي إن 99% من حالات التقويم الشفاف بتتعمل بدون الحاجة لخلع أي أسنان. العيب الوحيد في التقويم الشفاف هو إن إحنا بنبدأ العلاج بناخد مقاس وبعد كده بنبعته المختبرات في أمريكا، فممكن نبدأ العلاج في فترة طويلة، قد يعني بداية العلاج من وقت أخذ المقاس للعلاج ربما تكون شهر ونص. الفكره في التقويم الشفاف هو ان احنا المريض بيلبس القالب الشفاف على الاسنان، وكل 3 أسابيع تقريبا بيغيره وبنستبدله بقالب تاني، لان السنان بتكون اتحركت، فبنحط قالب تاني مناسب لوضع السنان ووضع الحركه. ده معناه ان المريض ممكن يخلص العلاج مثلا باستعمال 20 قالب او باستعمال 15 قالب 14 قالب، كل 3 أسابيع بنغير واحد. ده معناه ان المريض لو عايز يغيب وقت طويل، عايز يعمله وهو مش متواجد جنب الدكتور، هو بس كل المطلوب منه انه يلتزم بتغيير القالب، بيترقم القالب رقم 1، رقم 2، رقم 3، بنعلمه التواريخ اللي المفروض يغير فيها القالب. لو حابب تستفسر عن اي شيء في التقويم الشفاف او تعرف اي حاجة عنه، انا جاهز للرد على استفسار اي حد منكم. شكرا جزيلا.